ما اعتقدناش انه طايح كذا كذا، ممكن الى 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 عادي نشوفوا هاد الاجناس الخطريه هي اللي تشكلنا اليوم، ولكن لاباس ما نتعرفوا على الاجناس الاخرى. شوف الدوله ولات تعطي واحد السخاء في الدعم، الدوله راه بلا هذا الاعلام المؤتمر الصحفي يختار الخبر الذي ربما يتوافق مع التوجهات والى غير ذلك. هذه التعليم لا يسري او لا ينطبق بالضروره على القانون ديال مجلس الوطني الصحفي، اي انهم لا يخضعون بالضروره الى اللي يتابعون امام اللجان ديال التعليم ديال مجلس الوطني الصحفي، بل انهم كيخضعوا للقانون ديالهم ديال الوظيفه العموميه نص القانون او المرافق الدوليه. هادو الصحفيون كيبقاو خاضعين اما لمسطره التعليم ديال القانون ديال الوظيفه العموميه الدوله وقانون الوظيفه العموميه او الانظمه الاساسيه تسمية ديال المتسائلين لانه ديك القانون اللي كان جديد تكوين الافواه راه كانت في واحد المساله خطيره. راه هضر فيه بزاف ولكن نسيتو لان تاخذ الاحضار عليه دابا. مشى هذا المعلومات باش يمكننا نضمنوا ان يعني ممارسه هذا الحق في شروط جيده. هذا المبدا الاساسي في لكي يسهل عمليه ممارسه الحق. مراسل صحفي جريدة مجلة بودكاست لهذه الدورة التكوينية اللي كنوجهوها للشباب اللي حنا كنتمناو ان شاء الله نكونوا غنديروها موسمية غادي نبقاو كل مرة نديروا هاد الدورات باش الناس تستافد. الناس اللي شدوا الآلة الإلكترونية وبداو كيخدموا بها كيقولوا غير لا ويديروا كنتمنى ان شاء الله يكون داكشي قانوني عارف اللي ليه ولأهليه. حنا ماشي غادي نبقاو غير نكويو ونشوفوا حيت راه كاين القضاء كاين بزاف الحوايج. حنا راه الصحافة ما خصناش نحسبوها كسميتو ولا حاجه باش نضربوا الناس ولا حنا كنتمناو تشوف المعلومه والدراسه صحيحه وكنتمناو ان شاء الله الشباب كله يشارك ويدير هذه الدورات التكوينيه وحنا مرحبا بكل شيء. الشرف انه محطوط في هذا اليوم التكويني والتحسيسي في نفس الوقت بالقوانين اللي تتهم الصحافه والصحفيين كذلك اخلاقيه المهنه، فتنظن على انه هذه بادره حسنه قامت بها مجلة 24 وقضية 36 وتنظرهم تمنى لهم التوفيق والنجاح في هذا وما أحوجنا التكوينات بهذا الشكل هذا لا من ناحية القانونية ولا من ناحية ديال الأخلاقيات. شكرا جزيلا. أي مراسل مجلة 24 ومدير مركز التنمية للتربية والتكوين، بطبيعة الحال اليوم كان عندنا واحد الورش تكويني في مجال الصحافة اللي حضر له مجموعه ديال الشباب كيشتغلوا في المجال الصحفي، وكانت مجموعه مواضيع من خلالها تطرقنا على الشق القانوني للصحافه ثم المنهجيه ثم كيفاش يمكن يتسرب الخبر. يعني فعلا كانت مجموعه ديال المحاور اللي استفدوا منها الشباب، وهذه كبدايه اللي غادي ان شاء الله نشتغلوا عليها في البدايه وان شاء الله غادي نستمروا في هذا المجال ديال التكوين ديال الصحافه. أظن بالمناسبة يعجز اللسان وتتبعثر الكلمات يعني بهذه المناسبات. اليوم حقيقة مر يوم جد مفيد، يوم اللي استفدت منه مجموعة ديال الجمعيات ومجموعة ديال الشباب في إطار هذا المهنة ديالنا التعب من الجانب الأخلاقي ومن الجانب القانوني ومن الجانب الإداري. أمينة زناني أحد المستفيدين من هذه الدورة التكوينية اللي داتها كاين خاطرونسيس بشراكة مع بزاف من الدورة اللي كانوا فيها أدوار يعني في المستوى، كانوا صحفيين ومحامين ومستشارين حقوقيين اللي وضحوا لنا بزاف ديال الأمور اللي هي مغلوطة في المجال الصحفي واللي هي مهمة يعرفها الصحفي. وحنا كصحفيين متعطشين بزاف في حالة التكوين، حيت الصحفي خصو يكون كيتكون يعني بشكل يومي، خص يكون عندو تكوين مستمر ما يحبش يعني بحال هاد التكوينات كينفعونا بزاف وما خصهمش يحبسو. وكنشكرو الناس ديال كينيت خط 36 والناس ديال مجلة 24 اللي فكروا فينا واللي فكروا في حال هاد الدورات وكنتمناو انهم ما يحبسوش. كنا الان بصدد ندوة حول القوانين
المؤطرة للعمل الصحفي، أي مدونة الصحافة والنشر بشكل عام، واللي تفرع على ثلاث نصوص أساسية هي القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، والقانون النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وكذلك قانون الصحافة والنشر. دورة تكوينية تفاعلية صراحة، كان فيها واحد التفاعل كبير من طرف الحضور الكريم، حاولنا نتناول فيها كل ما يهم المجال العمل الصحفي بشكل عام، وخاصة في ما هو مرتبط بالعمل القضائي أو عمل المحاكم كذلك. هذا جيت نحط اليوم في هذا التكوين اللي منضمه مجلة 24 وقناة 36 لتقديم عرض حول القانون 1331، هو القانون الخاص بالحق في وجود المعلومة. المساهمة ديالي كانت في هي تسليط الضوء على هذا القانون وتقديم قراءة حقوقية لمختلف بنود ديالي. بشكل عام المشاركة كانت مشاركة مكثفة ديال الجرائد الإلكترونية والنشطاء اللي هما كنشتو في مستوى النشر على الفيسبوك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.